فبالتالي الانتماء لسه موجود، ممكن يكون بنسبة ما لكن موجود. في لعبة بتضحي بحاجات كتير جدا عشان النادي الأهلي، وأنا عايز أقول لحضراتكم بالتحديد، من فترة كده من حوالي شهر شهر ونص تقريبا إن لم تكن تخني الذاكرة، النادي الأهلي أعلن على تجديد تعاقد سعد سمير أحد أبناء النادي الأهلي المخلصين جدا جدا، ومحمد الشناوي أحد أبناء النادي الأهلي المخلصين جدا جدا. لكن دايما الكواليس ما بتبقاش معلنة. أنا النهاردة هقول لحضراتكم عن الكواليس، وتحديدا عايز ابتدي بسعد سمير، لان بصراحه الولد ده او اللاعب المميز ده الدولي الكبير بيحب الاهلي قوي، وضحى بحاجات كتير عشان النادي الاهلي سواء هو او الشناوي. وانا هحكي حاجه حاجه، وانا هبتدي بسعد سمير. وحضراتكم طبعا مش هتكون معلومه جديده اللي انا بقولها لحضراتكم، اللي هي بتتعلق بايه؟ بتتعلق بان مثلا سعد سمير كان يحق له الانتقال لاي نادي بعد رفع اسمه من القايمه بعد اصابته في واتر اكيليس، فبالتالي كان هو فري، وكان في زي مثلا نقول ايه خطا اداري غير مقصود حصل نتج عنه ان اللاعب يكون فري. فكان طبيعي جدا ان اللاعب يفكر انا اشوف بقى مصلحتي على غرار ايه اللي بيحصل اليومين دول، وعلى غرار ايه اللي احنا بنشوفه الفتره دي، اشوف مصلحتي النادي اللي هيدفع لي اكتر، مين النادي اللي هيدفع لي اكتر واروح له، تمام. وما كانش حد هيقدر يلومه ولا حد يقول له انت ايه اللي انت بتعمله ده، لان هو لاعب فري، لاعب مش على قوه النادي الاهلي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان احد الاداريين في النادي الاهلي ودى العقد للاعب علشان يمضيه، على ان هو مش فري، على ان هو مش فري، لكن اللاعب كان مدرك تماما وعارف انه يحق ليه التوقيع لاي نادي اخر. الكواليس خلي بالكم اللي انا بقولها لكم دي مش هتسمعوها في حته تانية خالص يعني. فخد العقود اللاعب روح بيها البيت، عقود فاضيه يعني، العقود ما فيهاش اي مثلا ارقام او اي بنود او اي حاجه، عقود على بياض، عقود فاضيه، خدها وروح بيها البيت. فبعض ممكن كان تخيل ساعتها ايه من المقربين او من الموقف ان كده سعد خلاص يعني، سعد ممكن يمشي او ممكن ان هو مش هيجدد مع النادي الاهلي او هيستغل الفرصه من الاخر يعني. لكن اللي حصل كالتالي، اللاعب خد العقود روح بيها البيت، طلع العقود اول ما طلع البيت وقع سعد سمير، سعد سمير وقع على كل النسخ عقود على بياض، عشان المقوله اللي طالعه دلوقتي لا انسى بقى احنا في عصر الاحتراف. اه طبعا احنا في عصر الاحتراف، ما حدش يقدر يقول حاجه غير كده، لكن ايضا الاحتراف ساعات بيبقى مصحوب بانتماء عادي. فاللاعب من نفسه من غير ما يتكلم في مبالغ ماديه اطلاق، وانا بقول لحضراتكم معلومه مؤكده، ممكن سعد دلوقتي لو مثلا بيسمعنا يتفاجئ باللي احنا بنقوله ده، لكن اللاعب مضى العقود على بياض وطلب الاجتماع بالكابتن سيد عبد الحفيظ وامير توفيق، تمام. وهم كمان كانوا حريصين على كده لان الناس عايزين سعد يكون موجود لانه ابن من ابناء النادي الاهلي، ومتوسمين في خير كبير ان هو يكون كادر مهم داخل النادي الاهلي بعد عمر طويل في الملاعب باذن الله تعالى يعني. فاتفقوا على الميعاد اللي يجتمعوا فيه علشان يتفقوا على العقد الجديد بتاع سعد سمير، المده قد ايه، المبلغ هيكون قد ايه، الامور هتمشي ازاي. راحوا اجتمعوا، ده خلي بالك بعد فتره كبيره كان، او يعني خليني اقول تحديدا شهر، كان يحق لسعد ان هو يوقع لاي نادي، هو فري دلوقتي وجاله مكالمات قد كده انا متاكد، وعروض بمبالغ كبيره. وراح اللاعب قعد مع الكابتن سيد وقعد مع الكابتن امير توفيق، اول ما قعدوا سعد طلع العقود من شنطته، اتفضلوا يا جماعه، ايه ده يا سعد، دي العقود منضيه، دي العقود منضيه، اللي بيشكك في كلامي يا جماعه يرجع يسال، مفيش اي مشكله، انا بس بحاول اجيب لحضراتكم الجزء الايجابي او الجانب الايجابي من الانتماء ومن حب اللاعبين للنادي يعني. فاتفاجئوا، ايه ده العقود منضيه؟ طب احنا ما اتفقناش على حاجه؟ قال لهم يا جماعه انا عارف انتوا هتقدروني ازاي. مش هقول لك ان بعديها ما اتكلموش، لا طبيعي ان هم يتكلموا، لكن المبدا نفسه كان ايه؟ المبدا نفسه ان انا مضيت العقد على بياض، وان انا حريص في عز ما انا يحق لي ان انا انضم لاي نادي، وفي عز العروض الكتير اللي بتجيلي بمبالغ اكتر من اللي ممكن اخدها في النادي الاهلي،
لكن انا كنت حريص على النادي ده، حريص على استمراري عشان جمهور النادي ده وعشان اسم النادي الاهلي لوحده بيضيف. تمام، ده موقف، موقف من ضمن المواقف المهم. عشان اقفل حته سعد كمان، من ضمن الحاجات المعلومات المهمه ان سعد سمير بعد كاس العالم من اللعيبه اللي جالها عروض رسميه للانتقال لاحد الفرق في الدوري المصري، هو ومحمد الشناوي. من الاخر يعني بيراميدز، عشان ما نقعدش نجمع بيراميدز. انتوا عارفين ان بيراميدز كان عرض على الشناوي عرض كبير بعد كاس العالم، متالقه في كاس العالم في الحقيقه، وقال الكلمه بتاعت النادي الاهلي، النادي الاهلي تمسك. لكن ما كانش معلن قوي للبعض ان العقد ده او الفاكس اللي اتبعت كان برضو فيه اسم سعد سمير، ان هم عايزين سعد سمير يبقى موجود. كان ساعتها اللاعب مخير، او عفوا ساعتها اللاعب غير مخير، يعني انت كنت مرتبط بعقد مع النادي الاهلي لسه ممتد فيه سنه ونص او اكتر، كان فيه اكتر كمان من سنه ونص او سنتين، فانت خلاص قررت على النادي الاهلي. لكن جاله العقد مرتين من بيراميدز، ومع ذلك ساب قرار النادي الاهلي. لكن الحاجه اللي تحسب له ان هو لما كان مخير انه يمشي فري مفيش اي مشكله، لا، اختار ان هو يجدد مع النادي الاهلي ويمضي عقد جديد على بيض. دي جزئيه من الجزئيات المهمه جدا. وخليني اقول لحضراتكم، مش هخفي على حضراتكم سر بقى مهم قوي، ان الكابتن محمود الخطيب بنفسه يعني بالنسبه له سعد ده حاجه مهمه ككادر في النادي الاهلي، لانه عارف شخصيه اللاعب بشكل كويس جدا، وعارف عقليه اللاعب، لان العقليه يا جماعه هي اللي بتفرق. نفس الحال بالنسبه لمستر ريني فايلر في الجانب الفني كمان. بالنسبه له سعد من اللاعبين اصحاب الركائز الاساسيه في التشكيل يعني. فاحنا في العموم نتمنى له الشفاء العاجل ويرجع. دي بعض الكواليس بالنسبه لسعد سمير وبعض التضحيات المهمه اللي ضحى بيها لاعب من ابناء النادي الاهلي، في اطار حكايتي لحضراتكم على الشق الايجابي والجانب الايجابي لبعض اللاعبين بعد المواقف الاخيره الغير ايجابيه في الحقيقه اللي احنا كنا بنتابعها على مدار الاسبوع اللي فات.